المعنى الشرعي. فكونها تحمل على المعنى الشرعي يسمى ظاهرا، لكن إذا حملتها على المعنى اللغوي مثل ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الطعام يتوضأ، حمله كثير من العلماء على المعنى اللغوي يعني غسل اليدين. حمل العلماء هنا على هذا المعنى هو صرف لللفظ عن ظاهره لوجود دليل، لوجود دليل، فهذا يسمى إيش؟ يسمى تأويلا. والتأويل طبعا له أقسام وله شروط، لكن الوقت لا يسع لهذا. يعني هناك تأويل صحيح وقد يكون التأويل فاسد، ومنه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. يعني مثل تأويل آيات الصفات مثلا، هذا تأويل إيش؟ تأويل فاسد. وبالمناسبة الناظم وقع في شيء من تأويل آيات الصفات في هذا الموضع، فمثل هذا يعتبر يعني حينما أول اليد بل يداه مبسوطتان بأنها النعمة مثلا، أو حينما تؤول اليد بأن النعمة، هذا تأويل إيش؟ صحيح ولا فاسد؟ فاسد لعدم وجود الدليل، ولكون اللفظ لغة لا يحتمل، كون اللفظ في اللغة لا يحتمل النعمة. لعلنا نقف عند هذا الحد. الله الحمد لله الذي علمنا ولكتاب شرعه ألهمنا فهمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل